أولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح نضوي على الأعمال التطوعية، فالعمل المستمر والجهود الجبارة السورية لا تزال تقف إلى جانب الأهالي المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب بلدنا الحبيب سوريا. يوم عن يوم هو يوم جديد من توافد المساعدات على كافة الأصعدة، حيث أعلنت الأمانة السورية للتنمية الاستنفار الكامل لكوادرها لتأمين العون والمساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال. يا سلمى، أكيد هايدي طبعا الأمانة السورية للتنمية هي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأهلية التي طبعا بدأت بحملات استغاثة من بداية حدوث طبعا هذه الفاجعة على بلدنا. الأمانة السورية للتنمية، جريح وطن، وأيضا العرين وغيرها من المنظمات التي لم تكف عن العمل، وطبعا فرقة انتشرت بكل المحافظات المنكوبة. لنعرف أكثر عن سير هذه العملية الإغاثية بصرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الأستاذ طارق جيرودي، منسق ضمن استجابة الأمانة السورية للتنمية لدعم الكارثة والمتضررين. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير والحمد لله على السلامة أستاذ. بداية يعني بظل الكارثة الإنسانية وهي الأوضاع الصعبة، كيف عم تكون المساعدات على أرض الواقع؟ المساعدات فعليا فيني أقول هي عم تنقسم لقطاعات. من اليوم الأول لحدوث الزلزال أعلنت الأمانة السورية للتنمية أنه جميع كوادرها هي تحت تصرف الهلال الأحمر العربي السوري. هاد كان كبداية وانطلاقة لاستجابة وطنية فينا نقول للشيء اللي صار هو نتيجة هذا الزلزال. تلا بعدين إعلان جميع مراكزنا المجتمعية بالمحافظات هي كمراكز إقامة جميع الأشخاص اللي تضرروا جراء الزلزال بيقدروا يتوجهوا للمراكز المجتمعية أو المنارات المجتمعية ليأخذوا الخدمات الضرورية والأساسية من حيث المبيت، من حيث الغذاء، ومن حيث أي شيء هو اضطراري كاستجابة لعملية هذا الزلزال. صار التواصل بعدين بالنسبة للمعونات مع فينا نقول قنوات تواصل اللي هي دولية، بحيث تم استلام من مشفى سعودي ألماني طائرة محملة بأجهزة طبية وأدوات طبية. صار استلام طائرتين، واحدة توجهت لمشفى جبلة وواحدة توجهت لحلب. بعدين تم إطلاق حملة تبرعات، هي حملة تبرعات كمان شملت تبرعات عينية يلي هو الشق الإغاثي، بحيث كل المحافظات السورية عم تستلم المعونات. مثلا المحافظات اللي هي هلأ ما أنا متضررة بالزلزال هي كنقط تجميع للمعونات، عم يتم فرزها، عم يتم تصفيتها، عم يتم جمعها بشكل يسهل بالنسبة للمناطق المنكوبة أو المتضررة من المحافظات من الزلزال، فعم يتم إرسال هاي المعونات وفق الاحتياج اللي هن عم يزودونا فيه. بالنسبة للمحافظات اللي هي متضررة عم يتم استقبال التبرعات العينية بشكل مباشر. المناطق اللي متواجدة فيها فرق الأمانة السورية للتنمية عم تستهدف هدول المتضررين، سواء ضمن مراكز إيواء، سواء ضمن حالات فردية، سواء ضمن خلينا نقول على السوشيال ميديا أي حالات هي عم تصل، فعم يتم معالجتها بشكل فوري. هذا شق إغاثي بالنسبة للمساعدات. الشق الثاني اللي هو ضمن حملة التبرعات اللي هي التبرعات المالية أو المادية، هي التبرعات فعليا هي حيتم استثمارها مثل ما تم استثمار أثناء الحرائق اللي صارت بالمحافظات بالساحل باللاذقية وطرطوس، حيتم استثمارها ولكن وفق خطة يلي هي خطة خلينا نسميها خطة تعافي وخطة استجابة، بحيث اليوم عم يتم تأمين المواد الأساسية للمتضررين من الزلزال بالنسبة لمراكز الإقامة المؤقتة وجميع هاي التفاصيل يليها لاحقا مرحلة الاستجابة اللي هي مرحلة التعافي. فاليوم التفكير هو ليست فقط انه انا عم بستجيب لموضوع زلزال، عم بستجيب اليوم هاي الاحتياجات الإنسانية عم يتم تأمينها بشكل مباشر، وانما اليوم لاحقا شو بده يكون دور هي المؤسسات. هذا السؤال الأهم اللي الناس كانت عم تحكي عنه. يعني أكيد الأيادي البيضاء والسوريين فعلا، ومثل ما كمان عنوانتوا حملتكم إيد بإيد، يعني فعلا قدروا خلال هاي الفترة يبين قدي نحن قادرين نكون مع بعض برغم الصعاب. يعني شفنا نماذج على حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتبرع بإنينة زيت من بيته، هي هي إمكانياته، ولكن هو حب إنه هو يكون متضامن مع أهله بأي مكان بالمحافظات. اليوم تنظيم هذا الشيء كتير صعب وبده كتير مجهود وكتير تشبيك، لأنه في جهات متعددة عم تشتغل. أنتوا جهة إغاثية معروفة وأرقامكم معروفة، ولكن للأسف عم بيكون في بعض استغلال بعض الأمور الخاطئة من بعض الناس اللي بغاية الخير أحياناً عم يقلب هذا الموضوع بشكل سلبي أو شكل سيء. مواقع التواصل الاجتماعي مبارح شهدنا كذا حالة نصب واحتيال بحجة أنه أنا بحاجة لمصاري، الناس عم تتبرع عم يطلع هو ما أنه بحاجة مصاري. فهل في آلية أيضاً لتحاولوا تضبطوا قدر المستطاع هذا الموضوع؟
طيب خليني هيك احط عنوان عريض. اول شيء الخطا وارد، ولكن دائما نحن شو بنقدر نستفيد من الدروس يلي هي مرينا فيها مسبقا. هلا مثل ما ذكرتي حضرتك اي كثير عم تطلع حالات فرديه، فعليا في عم يتم المتابعه بشكل فوري. اذا انا اليوم ما بدي احكي بس باسم امانه سوريه للتنميه، في فرق متعدده. اي صحيح. رساله عم توصلني كمثلا اجت مجموعه من العائلات لهون، عم نحاول نطلع اليوم نشوف هاي العائلات متأكد. بالفعل هل هي جايه مع وراء ثبوتيه، جايه بدون وراء ثبوتيه؟ كثير حالات وردت هي حالات ليست صحيحه، كثير حالات كمان هي عم يتم تواترها لايام، فبالتالي هاي العائلات هي اليوم عم يتم استهدافها اكثر من مره. الطريقة يلي عم نحاول نحن نتبعها كونه صار في دروس مستفادة مسبقة هي عن طريق لجان مجتمعية أو لجان إغاثة ضمن المحافظات، فكأمانة هي عم تكون عضو بالإضافة للجمعيات الإضافية، طبعا عم تكون عضو ضمن لجنة إغاثة. هي اللجنة هي عم تحاول قدر المستطاع توزع المهام والمسؤوليات، عم نكون متواجدين بجميع المناطق يلي وفق مواردنا الحالية بتسمح لنا أنه نكون متواجدين فيها. ولكن مثل ما ذكرت الخطأ هو دائما وارد، ولكن دائما هو عم نحاول نتابع هل نحن بالفعل عم نتعلم، هل بالفعل اليوم عم يتم استهداف الشريحة الصح. فبالتالي نحن اليوم بحاجة استبيانات، يمكن هالاستبيانات هلأ فينا نقول أنه شخص قاعد بمركز إيواء أنا بدي فوت أعمل له استبيان، تم الاستجابة للاحتياجات الأساسية بشكل فوري. بعدين نحن اليوم بدنا نشوف هاي الحالات هي بينتج عنا اليوم مواطن ضعف اجتماعية. اليوم صار في سيدات بدون معيل، صار في أطفال مصحوبين، في أطفال فقدوا ذويهم. طيب هدول شو خطتنا لهم؟ شو بدنا نساوي معهم لاحقا؟ فأي حالة هي عم تصلنا سواء كانت عن طريق السوشيال ميديا، سواء كانت عن طريق رسائل مباشرة إلنا، سواء كانت عن طريق الهاتف، فعم تطلع عم يطلع فريق من الأمانة السورية للتنمية لحتى يشوف هذا الموضوع. الأهم يلي فينا نقوله نحن لحتى نتدارك أو نتلافى أي أخطاء ممكن أنه هي تحصل هي بالتنسيق المجتمعي، هي دائما بالمشاركة المجتمعية مع اللجان، مع هدول المجتمعات، لأنه أي مؤسسة ومن ضمن الأمانة السورية للتنمية هي أساسها ثقة المجتمعات فيها. فإذا اليوم ما حنشتغل لحالهم بدنا نكون معهم عم نشتغل لحالنا، ما حنقدر نوصل للشيء اللي هو كلياتنا بدنا إياه. تمام. طيب استاذ بالنسبه لتقييم الاضرار كيف بيتم اليوم؟ في استراتيجيات او اليه معينه، احصائيات او دراسات تقدروا تعرفوا من خلالها يعني عدد الخسائر البشريه والمباني المتضرره؟ دائما في تقارير دوليه هي بتطلع. امبارح كان مثلا بتقرير لمنظمه الغذاء كان عم يقول انه 4.5 مليون شخص متضرر جراء الزلزال بهالمحافظات. دائما نحن عم نحاول نشوف هي التقارير شو بتقدر هي تدعمنا كتقييم أضرار. أي أكيد دائما نحن منشوف كعائلات من خلال هاي الاستبيانات اللي عم تصير شو هي أهم الشغلات اللي فينا ندعمهم فيها، سواء كان إغاثي سواء كان أو مندعمهم نقدم المساعدة معهم، سواء كان إغاثي سواء كان لاحقا لمرحلة التعافي. كأضرار بنية تحتية بالتنسيق دائما مع المحافظات ونقابة المهندسين صار في خبراء يكشفوا على الأبنية، عم يزودونا بتقارير هاي اليوم الحالات الإنشائية أو هاي الأبنية هي شو وضعها من حيث السلامة الإنشائية إلها. فمنقدر اليوم نحن نحدد، ما حنقول كقيمة مالية، ولكن كنسبة ضرر بالنسبة لأبنية، كنسبة ضرر بالنسبة لسكان، بالنسبة لاحتياجات. فالآلية هي إما عم تكون مقابلات مع هدول الأشخاص، إما عم تكون استبيانات، إما عم تكون تنسيق مع جهات معنية، تنسيق مع جهات مختصة لحتى يعطونا المعلومة الصحية اللي منقدر نبني عليها بعدين خطة التعافي وخطة لاحقة لكيف بدنا نتدخل وشلون بدنا نتدخل بالتنسيق مع الوزارات، مع المحافظات، مع أي جهة هي عاملة على الأرض. صحيح. أستاذ طارق، يعني مثل ما حضرتك حكيت ما بيتوقف الجهد الإغاثي اليوم اللي عم تقدموه فقط إن كان بتأمين المأكل والمشرب ومكان الإقامة المؤقتة والدعم يعني اللوجستي بكل أشكاله. أيضا أعلنتوا على صفحاتكم بأنه هناك وجود أرقام لمن يشعر بأنه في عنده مكان متضرر ممكن أنتوا تساعدوه وتوصلوه بالجهات الفنية، وخصوصا مبارح بحلب يعني تم الكشف عن أحد المباني وفورا قامت محافظة حلب ب مثل ما بيقولوا إنزال هذا المبنى لسلامة الناس. هذا بيحطنا أمام خطوة أصعب اللي هي ما بعد تدارك هي الفاجعة بدنا بناء. اليوم المراكز المؤقتة أكيد حاجتها شيء مؤقت، ما فيهم الناس يضلوا لفترات طويلة موجودين إن كان بالجوامع أو بالمدارس، يعني بعد فترة من الوقت بدنا نلملم أمورنا ونرجع لحياتنا الطبيعية. فهل في خطة للعمل مع الجهات المشتركة من أجل كيفية إعادة إعمار هاي الأماكن المتضررة أو تعويض الأهالي؟ طيب
هي اللي نحن هي بنسميها مرحله التعافي، هي ليست مرحله استجابه. الاستجابه فينا نقول انه هي هلا قريبا لازم تخلص. الخطه اكيد في خطه، ولكن مو هي خطه مؤسسه، هي خطه وطنيه، هي صحيح. خطه حكومه، هي خطه مجتمعيه كل الاشخاص بدهم يشتغلوا فيها. فنحن كامانه سوريه للتنميه وجزء من هدول المجتمعات، فاكيد حنكون جزء من هي الخطه. ممكن يتم استثمار التبرعات اللي تم استلامها من قبل الامانه لحتى نقدم دورنا ومسؤولياتنا اللي حنكون مسؤولين فيه. جزء من عملنا اللي نحن بنسميه منهجية التنمية المجتمعية المحلية. اليوم نحن بنحاول نوصف الواقع الراهن لمنطقة، بعدين بعد ما نتوافق على التوصيف، وأكيد المناطق المنكوبة ممكن تكون إحدى هاي المناطق اللي حنستهدفها بخطة التعافي اللي هي بدها تكون على مستوى وطني. بعدين بده يصير تحديد لتوجه، ممكن يكون توجه عمراني كأبنية، لأنه مثل ما ذكرتي حضرتك مراكز الإقامة المؤقتة هي مؤقتة. صحيح. هي حل إسعافي وليس حل علاجي. دائم. هي حل إسعافي وليست علاجي. فبالتالي خطة، أي أكيد في خطة، يمكن هلأ ما تكون واضحة المعالم لأنه هي بدها تكون على مستوى وطني، يعني كل شيء وزارات، كل شيء مؤسسات، كل شيء جمعيات، كل شيء منظمات دولية عاملة بدها تكون جزء من هذا الحل. فبالتالي إعادة أعمار ما بعرف إذا أي أو لا هي بدها تكون ضمن الخطة، ولكن في توجه أكيد وطني لحتى الكل يكون في عنده مسؤوليات واضحة وأدوار واضحة لحتى ننهض للنقطة اللي بلشنا منها. فعليا صار الزلزال بدنا نرجع نكمل. طيب الأشخاص اللي فقدوا مصادر رزقهم، هاد دور اليوم المؤسسات التنموية العاملة. الأطفال اللي صاروا ما عندهم أهل، هون دورنا ببرامجنا، بالإسعاف النفسي الأولي، بأنه هدول الأشخاص صاروا هن مسؤولية مجتمعية معنا ومع هدول المجتمعات اللي نحن موجودين فيها. فأي أكيد حتكون في خطة، وخطة وطنية إن شاء الله. يعني هم بدي أسألك، خبرنا أكثر عن الإجراءات الإسعافية الحالية بالنسبة لكم كإجراءات، قصدك ضمن مراكز الإيواء كإجراءات فعليا إسعافية. ببرامجنا الحالية الموجودة كإسعاف نفسي أولي هو عم يتم تقديمه بشكل مباشر ضمن مراكز الإقامة المؤقتة. يعني هي في بعض الأنشطة كالأطفال اللي نحن دائماً عم نساوي لهم كأنشطة ترفيهية، هي تحاول هيك تنسيهم الشيء اللي هن شافوه. لاحقاً هو حيكون في خطة مدروسة لهدول الفئات كحلول إسعافية هلأ تقتصر على الأكل، الملبس، الغذاء، الشغلات اللي هي تم استلامها والتبرع فيها كتبرعات عينية من هدول المحافظات فعلياً ككل، لا نقدم وفق الاحتياج اللي المحافظات المتضررة عم يطلبوا منها. فهن دائماً عم يخبرونا شو الاحتياج، وهي التدخلات الإسعافية اللي هي عم تكون من قبل الأمانة السورية للتنمية. صحيح. يعني كمان أستاذ طارق، خلال تواجدكم ضمن المراكز يعني في جهود جبارة عم تنعمل من الجميع. طبعاً بدنا نقول للكل يعطيكم العافية. في جنود اللي هن جنود الأطفاء وأيضاً الدفاع المدني وغيرهم من رجال الإنقاذ، هل في كمان خطة لدعمهم؟ لأنه الناس هلأ عم تتبرع لكل المنكوبين، ولكن عم ننسى أنه هدول كمان صلهم أيام متوالية عم بيكونوا مستيقظين يمكن من دون أكل من دون شرب، عم بيحاولوا قصارى جهدهم. هل في جانب خصصتوا لهم؟ كل شيء فرق إنقاذ وفرق عاملة بالنهاية نحن عم نشتغل بظله، بالنهاية هي الموجه إلنا. نحن ما في عنا اليوم خبرة بإزالة الأنقاض بظل وجود فرق إنقاذ. دائما نحن عم نشتغل بتوجيهاتهم بإرشاداتهم. جميع الأشخاص اللي عندها المعرفة نحن عم نسخر مواردنا معهم. فبالتالي اليوم مساعدات هن جزء منا، المسؤولية هن حاملينا تجاه الأشخاص. اليوم إذا أنا بدي روح أو هو ما بيقبل يستلم شيء معين لأنه عم يشوف اليوم أشخاص متضررين، هو اللي عم يقدم لهم المساعدة. هن جزء من كوادرنا ونحن جزء من كوادرهم، فعم نتطلع مع بعض كأنه نحن فريق واحد، سواء كانت كمؤسسات عاملة محلية مدنية أهلية، كهلال أحمر عربي سوري، كفرق الإنقاذ، كفرق الإسعاف، جميعهم نحن عم نكون فريق واحد. فهو ما في شيء مخصص اليوم لجهة معينة، لا، كلياتهم المأكل واحد والمصاب واحد والمسؤوليات هي واحدة عم تكون على الكل موزعة. فهن جزء لا يتجزأ ونحن أساسا عم نشتغل بظلهم، فنحن موجودين مع بعض بشكل دائم. تمام. يعني قديش اليوم مهم وجود الجمعيات الخيرية، المبادرات التطوعية لحتى نساعد هدول الناس يلي تضرروا من الزلزال اليوم؟ فعليا كأمانة وكهلال و دورنا ما بيكفي. اليوم أي مجتمع هو أهله بيأسسوا فيه جمعية، بيأسسوا فيه أي شيء، لجنة، مركز تجمع، هو اللي عم يحمل الدور الأكبر، هو اليوم اللي عم يوصل المعلومة إذا هو بحاجة دعم.
فاليوم دورهم هو دورهم لا يقل أهمية عن أي شخص أو مبادرة تطوعية أو مجموعة من الأشخاص أو المتطوعين اللي هن عم يشتغلوا. اليوم كل حدا عم يقدم مساعدة فدوره هو جزء أساسي، سواء كان بإيصال معلومة، سواء كان بإيصال مساعدة، سواء كان بنقل خبر هو بحاجة معالجة، بنقل ملاحظة لازم نحن نتلافاها، بأي شيء بيساعد اليوم كأمانة تساهم بأنه تضل عم تكسب الثقة للمجتمعات اللي هو موجودة ضمنها. فاليوم أكيد دور أي جمعية أي فريق تطوعي هو لا يقل أهمية عن أي منظمة دولية أو أي وزارة هي عم تشتغل. اليوم كلياتنا لازم نكون كأيد واحدة لحتى المسؤولية تتوزع. إذا بدي شبهها اليوم بأي بيت، لا الزوجة لحالة بتقدر تحمل مسؤولية ولا الرجل لحاله بيقدر يحمل مسؤولية، هي مسؤولية مشتركة. فبالتالي إذا بدنا نقدم أفضل خدمة أو خلينا نقول أفضل استجابة لازم تكون مسؤولية مشتركة، لأنه ما حدا بيقدر يحمل المسؤولية لحاله. أكيد. وطبعاً نحن بدنا نرجع نشكركم أنتم كفريق، يعني دائماً موجودين بكل حقيقة بكل خليني أقول مو المناسبات فقط الجيدة ببلدنا، حتى بالكوارث بالفاجعة إن كان بالحرائق وغيره وكل الأزمات، ونحن هلا عم نعيش فاجعة صعبة جداً جداً على بلدنا. ما حدا ممكن يقدر لهلأ يتخيل الأرقام اللي لسه كل يوم عم تطلع. نحن ما فينا نقول عدد الإصابات هيك أو عدد الضحايا، لأنه لسه كل يوم عم يطلع شيء. جداً كان رائع العملية اللي تمت باللاذقية من يومين واللي تم فيها إنقاذ بعض طبعاً المفقودين ومنهم الأطفال. أيضاً هذا الموضوع فيه له جانب نفسي، يعني ممكن ناس 4 أيام 5 أيام مثل ما شفنا يعني نفسيتها بتكون دمرت فينا نقول تحت صحيح. الأنقاض. فهذا في لكم دور كمان عم تشتغلوا عليه ضمن المراكز المؤقتة؟ أكيد في دور، هي إحدى الأنشطة اللي نحن بنقدمها دائما اللي هي دراسة الحالة. دراسة الحالة اللي هي أشخاص اليوم بيعانوا يمكن من ضغوطات نفسية نتيجة هذا الشيء اللي صار، من مشكلات نفسية صارت معهم. فاليوم دورنا عم يكون بدراسة حالة هذا الشخص، برسم خطة علاجية له. ببعض الأحيان بتم الاستعانة بمعالج نفسي، وبأحيان تانية عم يتم استشارة طبيب نفسي في حال كانت هي الحالة هي بحاجة تدخل دوائي. فجميع الكوادر بالمحافظات مؤهلة، بقسم منا مؤهل على إجراء دراسة الحالة، إن أساسا اختصاصيين عم يستعينوا بمعالجين نفسيين وأطباء. فالاستجابة هي عم تكون فورية. وكمان بدي أبني على كلام حضرتك، اليوم ما في عنا بيانات مؤكدة عن عدد أضرار المنازل، عن يعني مثال، نحن اليوم لغاية يوم الخميس تم توزيع ما يقارب 40,444 سلة غذائية. نحن عم نحكي لسه بس ليوم الخميس غير الجمعة والسبت، تم استهداف ما يقارب 9,741 عائلة بألبسة شتوية نتيجة هي الأزمة. فبالتالي عم يتم الشغل بشق إغاثي، على صعيد ثاني عم يتم الشغل على الشق النفسي والاستجابة الاجتماعية وهي التفاصيل. تم التنسيق مع جمعيات اليوم مثلا بحلب لاستقبال الأطفال اللي هي فقدوا ذويهم فقدوا أهليهم. كل هاي الحالات هي بتتعالج، ولكن هي بحاجة لفترة زمنية ما أنا واضحة المعالم، لأنه بالنهاية أنا اليوم كشخص صار عندي صدمة يمكن أتخطاها بعد يومين ويمكن أتخطاها بعد سنتين. هي عم يتم معاملة كل حالة بحالتها بشكل مستقل. فإيه عم يتم الاستجابة لكل الحالات وفق إمكانياتنا ومواردنا، عم يتم متابعتها بشكل تفصيلي، وبالتالي هي حتكون جزء من خطة التعافي لاحقا. تمام. أستاذ خبرنا يعني عن المطبخ الغذائي اللي افتتحته يمكن أول بريف حما بفندق أفامي، خبرنا أكثر عن آلية العمل، عم بيتم تجهيز وجبات غذائية للأهالي ويتم توصيلها كمان؟ 100%. اليوم عم يتم افتتاح بجزء من المراكز المؤقتة بس بحما ولا كان لا في بأكثر من محافظة؟ خبرنا أكثر. تماما، هي صار في أكثر من 200 مركز إقامة مؤقتة لغاية اللحظة. فببعضهم عم يتم تجهيز مطابخ مؤقتة من قبل الجمعيات الموجودة، ومثال ذكرتي حضرتك حما بالفندق. اليوم عم يتم استلام التبرعات اللي عم يتم إرسالها من المحافظات الغذائية. اليوم بعض المواد هي بدها طبخ يعني ما هي من المعلبات، هدول اليوم مشان ما يتم استثمارهم بطريقة ما نصح أو بالطريقة الأمثل عم يتم تجهيزها ضمن مطابخ مجهزة، سواء كانت ضمن أوتيلات فنادق هي عم تستقبل هذا الموضوع بشكل تطوعي، أو بمطابخ عم يتم تحضيرها بالشراكة مع اليوم المؤسسات اللي هي أو الجمعيات أو الفرق اللي عم تشتغل. فاليوم المواد اللي بيتم الاستفادة
فاستثمارها عم يتم طبخها بهي المطابخ، عم يتم ايصالها لجميع الاهالي الموجودين بمراكز الاقامه المؤقته. في بعض الحالات فعليا هي ما قعدت بمراكز اقامه، فكمان هدول عم يتم استهدافهم عن طريق اللجان المجتمعيه يلي تم تشكيلها ب فينا نقول اغلب البقع الجغرافيه لحتى هن يقدموا المساعده بدورهم ويحملوا المسؤوليه مع المؤسسه. استاذ طارق، اليوم مثل ما حضرتك حكيت في اعداد كبيره من المتضررين من الناس، وكل يوم نحن عم نتابع عبر شاشاتنا والتغطيات المباشره، هل عم بيكون في تسجيل للاسماء للاشخاص اللي هن عم يستفيدوا، لحتى ما نسمع مثلا بعض عم بيقول والله في ناس عم بيروحوا عن جمعيه ياخذوا صله غذائيه يلفوا ويرجعوا يروحوا على جمعيه اخرى بمنطقه اخرى، عم نشوف بعض هاي الحالات، فهل عم بيتم في تسجيل داتا لحتى يمكن هي الداتا تنجمع بين الامانه السوريه للتنميه بين فريق آخر من الفرق اللي عم يعمل، وكله طبعا ضمن كل محافظة مع محافظة حلب مثلا محافظة اللاذقية؟ هذا دور بيجي لجان الإغاثة الفرعية اللي تشكلت مع المحافظات. بكل محافظة مثل ما ذكرت تم تشكيل لجان إغاثة كداتا، أي أكيد عم يتم استلام، ولكن اليوم في بعض الحالات خرجت من منازلها بدون أوراق ثبوتية. فاليوم عم يتم تسجيل هاي البيانات بشكل كتير كامل، لأنه لاحقا هو بده يصير استهدافهم بخدمات الاستجابة القانونية لحتى كل شيء وراء ثبوتية هن فقدوها نحاول نعوض لهم إياها. عم يتم استهداف هدول العائلات والحصص، عم يتم أخذ بيانات كاملة عنهم، عم يتم مشاركتهم مع لجان الإغاثة الفرعية، ولكن دائما بحالات الاستجابة فينا نقول الخطأ وارد. بعض العائلات بمفهومهم الخاص لازم يقدر يستفيد قدر الامكان وقد ما بيقدر، لانه هو مثلا ما بيعرف قديش بده يضل بهذا المركز او بهي الحاله، فهو بيفكر اليوم انه قد ما قدر ياخذ فهذا الشيء صح. اليوم مشاركه هي المعلومات على هيك بشفافيه ووضوح بين جميع هي الجمعيات بخفف من هي الحالات. ما عم نقول هي ما انا موجوده بشكل مطلق، لا، قولا واحدا هي موجوده، يعني في حالات يمكن نحن ما بنعرفها، ولكن دائما قديش بيكون في وعي، قديش عم نحاول ننشر اليوم انت لازم تحمل المسؤوليه، لانه في مراكز اليوم لسه بدنا نوصل لها اكل، عم يكون في مشاركه ووعي كثير كبير، وبالمقابل وبالشق الثاني اكيد عم يكون في حالات البيانات عم تتسجل بشكل تفصيلي، عم يتم مشاركتها مع لجان الإغاثة الموجودة بكل محافظة لحتى نحاول اليوم نقدر نحصر أو نعرف اليوم الأعداد والمعلومات وهي البيانات هي قديش عم يتم استهداف هدول الأشخاص فيها، لحتى نحاول نقول نحن موقفين على أعداد أقرب ما تكون للواقع. فبهي الطريقة اليوم عم يتم العمل بهدول المحافظات. تمام استاذ طارق، خلينا نوضح اكثر للمشاهدين يعني حجم المساعدات اللي عم تقدموها حضرتكم اليوم شو بتتضمن، عم يتم توزيعها على جميع المراكز الايواء بالتساوي، جهود الشباب والصبايا بهدول الموضوع. المساعدات فعليا مثل ما ذكرنا الاغاثي اللي هي البسه، اغذيه، كل شيء نحن بنقدر نتخيله، ادويه بجميع القطاعات. هي بالتساوي هي ترجع لكل مركز إقامة مؤقتة قديش فيه أعداد، قديش فيه عائلات، قديش هو بحاجة، فعلى هذا الأساس هن عم يتم توزيعها فينا نقول مو بالتساوي ولكن بالعدل، يعني مركز إقامة مؤقتة بضم 200 عائلة غير مركز إقامة بضم مثلا 50 عائلة، وهذا هو الفرق بهذا الموضوع. الشباب والصبايا دورهم يعطيهم ألف عافية باستلام هي المساعدات بفرزها بتوزيعها لمراكز الإقامة المستهدفة. يعني استاذ طارق، يعني اليوم اخذنا معلومات كثيره عن هذا موضوع الاليه واليه العمل، بدنا نرجع نقول ونذكر انه مثل ما قلت ومثل ما نحن دائما عم نقول عبر شاشات الاعلام، ضروري كلياتنا نستثمر جهودنا بطريقه منظمه، نساعد بعض، نوقف جنب بعض قد ما بنقدر. هلا دور لجان الاحياء ايضا يكونوا مفعلين بشكل كبير، لانه اكيد هن بيعرفوا سكان المنطقه، ممكن يساعدوكم ويقدموا لكم يعني معلومات، بيعرفوا اذا هالعائله موجوده صحيح بهذا الحي او لا. هذا دور مخاتيرنا، بنتمنى ياخذوا دورهم الحقيقي بهذا الوقت، انه انتم تساعدوا فعلا الناس، تقولوا هدول الناس مفقودين. يعني بالنهايه ان كان الامانه السوريه للتنميه او غيرها ما رح يعرفوا الاحياء مين موجود فيها، ولكن هذا دوركم. نتمنى نحمل الامانه لانه هي امانه بلدنا بالنهايه، بنتمنى نكون قد هذا الحمل وقد هذا الوجع لحتى نخفف عن الناس. بدنا نشكرك ونشكر وجودك ونقول لكم الله يقويكم ويعطيكم العافيه. شكرا كثير لك استاذ طارق ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.